استغلال المساحات اللي موجوده ما بين الباك وما بين المساك، وبتظهر كتير قوي ناحيه اليمين في المكان الموجود فيه محمد هاني ورامي ربيعه. هو حاول يقفل الحته دي بوجود حمدي فتحي، لعيب عنده الخبره في المكان ده، لعب مع النادي الاهلي فتره بيرسي موسيماني واداها بشكل جيد. عمليه استلام الكوره المنتخب والمنتخب بيبقى مستحوذ على الكوره، بتتحول الطريقه وبيبدا حمدي فتحي انه يزق نفسه في نص ملعب، وبيديك متنفس في نص ملعب، وبيديك قدره دفاعيه وتوازن دفاعي على في خاصه في التحولات الهجوميه للمنافس، بيبقى عندك زياده عدديه في الخط الخلفي بشكل جيد. لكن في الاخر انت سجلت هدفين، وكنت قادر انت تسجل اكتر من هدفين في اول 10 دقائق، وفي الاخر انت كسبت، فما تقدرش ان انت تلومه على الخطه. رجع تاني للطريقه المعتاده لمنتخب مصر اللي فيها تحس ان لسه مش قادر يوجد ضالته في استخدام بعض العناصر. هل زيزو هو الطرف اليمين ومحمد صلاح ينزل لعيب رقم 10 او لعيب 9 ونص اللي يشتغل في المساحات اللي تحت مصطفى محمد؟ هو مش لاقي نفسه فيها. انا عن نفسي مش شايف ان صلاح لاقي نفسه فيها. حته اللي انت توجد الحريه لمحمد صلاح في منتصف ملعب المنافس امر مش سهل، فمحتاج الكابتن حسام حسن يفكر فيها تاني، انه ازاي يستغل محمد صلاح. هل يسيبه في الطرف اللي هو متعود عليه بالشكل متعود عليه، ويبقى الطريقه 4-3-3 اللي هو بيبقى الانتاجيه بتاعت محمد صلاح بتوصل من 90 ل 100%؟